المحكمة من حقها أن تستدعي أي شخص حتى كان خارج المحكمة، سواء كان موقوف أو غير موقوف. أنت خريج قانون، أنت راح تجرني لكي أكون شاهد بالتفاصيل، وأني ما أصلح شاهد. جاوب على سؤال المحكمة. شو مالي حق؟ ما جاوب كيفي؟ إيه ما جاوب. أنا أمتنع عن الجواب من حقي. ما دا يجاوب. أمتنع عن الجواب من حقي. هذا التكرار مو بخطك ومو بإيدك، وأقرأ تعليقك، هذا إرهاب. المفروض بيك كمتهم من تخاطب المحكمة تكون واقف مو قاعد مكانك. مفروض بيك كمتهم إذا كنت أنت كنت رئيس جمهورية، رجل إدارة، رجل حكم، المفروض بيك من تخاطب محكمة مو قاعد مكانك. أنا كنت أعملها مع الرجل القانوني. محكمة توجه سؤال إلى الشاهد. أما رجل لا يحترم القانون ما عملها معك. هذا عمينا. أستاذ أنا ما أناقشك، لأن إذا أناقشك أحرجك. مو مناقشة، جاوب على سؤال المحكمة. أنت ما لك حق، جاوب على سؤال المحكمة. والله لي حق أناقش.